علمنا الكثير من التعاليم السامية وعاش محبا لنا أبا حنونا أمينا صادقا علينا لن ننسى أفضاله مدى الحياة ولن ننسى محبته ولن ننسى أبوته الصادقة ربنا يشملنا ببركته وشفاعته تكون معنا أمين. الشعب المسيحي بالكامل حزين على فراق سيدنا الأب ميخائيل، ده كان يعتبر بالنسبه لي اب، هو اللي يعتبر هو اللي مربيني. نيافه الحرب الجليل لانبا ميخائيل ده عاش فيانا، الواحد اول ما فتح عينيه لقي لانبا ميخائيل، وطبعا ليه 68 سنه في بروسيه محافظه اسيوط، وكان ده هو اللي عمله بصراحه، عمل كبير جدا جدا جدا. ما فيش بروسيه على مستوى الجمهوريه زي بروسيه الانبا ميخائيل. ربنا يقدس روحه ونطلب منه شفاعته في السماء، لان هو طبعا حبيب كل الناس في اسيوط. بركه لينا خالص، كان سيدنا واصغر المطرنا اللي ترسمه ما قبل وما بعد، لانه ترسمه وهو عنده 26 سنه، وهو بقي شفيع لنا في السماء، احنا كسبناه لنا في السماء وكنا خسرناه على الارض. سيدنا لانبا ميخائيل فرقنا بالجسد لكن معانا بروحه، وكسبناه شفيع لينا في السماء، يشفع فينا ويصلي لنا، بركته وشفاعته تكون معانا في كل اوان يا رب امين. يا سيدنا ان كنت فرقتنا بالجسد فمعانا بالروح، وصلاتك معانا دايما واحنا مش هننساك طبعا. سيدنا المطران لانبا ميخائيل راجل بركه ومش هيتعوض، واحد زيه وانا جاي من اسكندريه مخصوص عشان اخد بركته. هو سيدنا وحبيبنا وأبونا، وهيصلينا في السماء زي ما بيكون صلينا في الأرض. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كلنا النهاردة متجمعين في مطرانية أسيوط عشان نزف روح أبينا الغالي مثلث الطوبة نيافة الأنبا ميخائيل مطران أسيوط، اللي كلنا تلامسنا وشفناه وخدنا بركته سنين كثيرة، وكلنا عارفين ان سيدنا شيخ المطارنة 68 سنة مطران لبرشية أسيوط العريقة جدا، ومعروف عندنا في الصعيد ان برشية أسيوط دي اكبر برشية بعد القاهرة وبعد كرسي المقر البابوي من حيث تعداد المسيحيين ومن حيث أهمية أسيوط كمدينة وسط الصعيد. سيدنا مطران جليل عاصر أباء بطاركة، زي ما ذكر سيدنا البابا أن حياته كلها عاصر أكثر من 8 بطاركة، وهو رسامة البابا المتنيح البابا يوساب الثاني. كلنا نسمع عن حكمته وعن نظامه وعن قداسته وعن شخصيته المهوبة جدا والمحبوبة جدا، وشعب أسيوط هنا يعرف كده كويس ان على قد ما بيخافوا يخافوه جدا على قد ما يحبوه جدا،
وليه قصص جميلة جدا عن معجزات مع أشخاص ومع أسر ومع عائلات. وكلنا شفنا سنة 2000 ظهور القديسة أمنا العذراء مريم على قباب كنيسة مار مرقس في عهد نيافة أنبا ميخائيل، وكلنا تلمسنا أن سيدنا بيحب أمنا العذراء مريم، وأمنا العذراء مريم توجت عصره أن هي شرفت أسيوط. احنا فرحانين أن احنا عشنا في أيامه، وفرحانين أكتر أن سيدنا خلع الجسد عشان يعيش في السماء بكلنا شفيع، خدمته هتبقى ممتدة أكتر ومنتشر أكتر. ربنا ينفعنا ببركة صلواته. اذكرنا ما محلش النعمة يا سيدنا، بجد كنت كبرنا وكنت أسد الصعيد بجد، وشرفت اسم أسيوط، واحنا اتشرفنا ان احنا اترسمنا على ايدك وان احنا كنا تلاميذك وابنائك. اذكرنا ما محلش النعمة، وان حتى ان رحلت انت عننا بالجسد نبرة صوتك هي في ودنا على طول. كنا في أسيوط احنا طبيعي وولاده، يعني هو اللي مطلعنا، يعني احنا من صغرنا معاه وده عمل معانا معجزات كتير جدا. الأم مخيل دوت انا خدمت معاه كتير واترسمت على ايده، خدت بركة عظيمة جدا اني اخدت البركة الشموسية بموافقة سيدنا الأنبا ميخائيل. ولو هندور في كلمات اللغة العربية عشان نوصف سيدنا مش هنلاقي أي كلمة ولا مفردات اللغة تقدر تعبر عن حبنا لسيدنا وعن وصف هذا البطل العظيم القديس العظيم اللي خسرته كل الأرض وربحته السماء، ونحن أيضا ربحناه شفيعا وقديسا يشفع في ضعفاتنا ويذكرنا أمام عرش النعمة. ولا أجد أجمل من قول قداسة البابا شنودة مثلث الرحمات: ونحن يا أبانا عشنا بالحب على صدرك نحب. حقا عشنا بكل الحب على صدر نيافة الأنبا ميخائيل الذي احتضن أجيال بأكملها ورب أجيال بأكملها. سيظل هذا القديس العظيم في قلوبنا وفي عقولنا، وبرشية أسيوط عامرة ببركة صلوات هذا القديس العظيم يذكرنا أمام عرش النعمة.